أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محافظة بيت لحم قد انضمت إلى المحافظات التي لا يوجد فيها أي إصابات بفيروس كورونا بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، ليرتفع بذلك عدد المحافظات الفلسطينية الخالية من الإصابات بفيروس كورونا إلى 5 محافظات. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ها هي مدينة بيت لحم تعود إلى أدراجها بعد أن أعلنت بأنها أول محافظة في فلسطين تخلو من فيروس كورونا بعد إغلاق استمر حوالي 65 يوماً. وفي أول يوم أعلن فيه عن وجود إصابات في داخل المحافظة تم إغلاق جميع الكنائس والمساجد والمؤسسات والمدارس والجامعات والمحلات التجارية، حيث دعا الكهنة المؤمنون للصلاة في البيوت والالتزام بالتعليمات لضمان السلامة للجميع، وأن نجعل بيوتنا كنائس في هذا الوضع الحرج. طبعا من أمام كنيسة المهد اللي كل أنظار العالم تتجه لإلها وبتتوجه لإلها في كل يوم في حياتهم، بس في ظل الظروف الصعبة اللي نحن بنعيشها في ظل الفيروس اللي انتشر في كل العالم، للأسف أبواب الكنيسة مغلقة، لكن في هاي الأوقات إحنا كل يوم في صلوات وفي أدعية وفي قداديس واحتفالات تقام في كنيسة المهد يوميا صباحا ومساء، وهذه الصلوات اللي بنرفعها دائما للرب الإله العلي القدير حتى يعطينا السلام، يعطينا الأمن والأمان، ويعطينا كمان يزرع المحبة، وكمان حتى إنه يبعد عن الناس الألم، يشفيهم من الأمراض ويشفيهم من الأوجاع اللي هم بيعانوا منها. طبعاً رسالتنا من أمام كنيسة المهد هي رسالة رجاء، رسالة محبة، رسالة أمل، رسالة تعزية لكل العالم، مش بس في بيت لحم، مش في فلسطين، بل في كل العالم اللي صابوا هذا الوباء، اللي انتشر الوباء في عندهم في بيوتهم، اللي بيعانوا من الألام من الأمراض أو من الاضطهادات اللي هم موجودين فيها. فنحن بنشكر دائماً الرب الإله العلي القدير على كل نعمة نحن منعيشها يوميا، وكمان نحن منحاول إنه نوصل أصواتنا ودعاءنا وصلواتنا لربنا حتى يستجيب لنا في ظل الظروف الصعبة. ومن أمام كنيسة المهد طبعا منحب نشكر نورسات، لأنهم هم دائما على اتصال وتواصل من في كل الأخبار وكل الأشياء اللي هي منواجهها نحن في مدينتنا، خصوصا في مدينة بيت لحم. تسأل البعض يا أبونا هاي الأيام والكنيسة مسكرة مش عم نشعر بالصلاة، وهذا السؤال بتراود بين كتير مؤمنين. أكيد بدنا نشوف أول إشي إنه إيمان أو تعليم الكنيسة نحن نتواصل مع الله من خلال الصلاة الجماعية، من خلال الأسرار، القربان الأقدس، تناول الأفخارستية، ومن خلال الكتاب المقدس، حضور القداديس الجماعية، ولكن هناك الصلاة التأملية في الكتاب المقدس وكمان الصلاة الفردية. فالصلاة الفردية أكيد ولا واحدة لحالها رح تكفي، وأصلا الله ولا مرة بنوصله كله أو بنشعر فيه، وأصلا الشعور في الله هو نعمة من الروح القدس. فإذا في هاي الأوقات وقت زي الكورونا وين عم نلاقي صعوبات إن نعيش هاي الصلوات الثلاثة مع الله، ما علينا إلا أن نقف أمام الله كالعبيد الذين ينتظرون عودة سيدهم بتواضع، طلب معونة الروح القدس لينير عقولنا كيف نعرف مشيئة الله، ونتأمل في الكتاب المقدس، نطلب المناولة المقدسة من الكهنة عندما يستطيع أن يحضروها لنا أو نذهب إلى الكنيسة بشكل فردي، ونتأمل إذن في حياتنا اليومية كيف نعود إلى الله، كيف يكون هذا الوقت وقت صمت، وقت صحراء نتقابل فيها ما يعيقنا، ما كان يعيقنا عن العلاقة الحقيقية مع الله، ونغير حياتنا بحسب إرادته ومخططاته. هي بيت لحم مهد السيد المسيح التي شكل أهلها نموذج عطاء وانتماء للوطن من خلال الالتزام والتعاون مع مختلف الجهات، وهو الأمر الذي ساهم بالانتصار على الفيروس
والحد من انتشاره إلى بقية المحافظات. فعملت كافة الأجهزة المعنية يدا بيد بوضع خطة عمل للتواجد في الميدان ليلا نهارا، ووضع حواجز الطرق سميت بحواجز المحبة للحد من التنقل داخل المحافظة. أنا في حياتي عشت فترات صعبة في بيت لحم، نحن كلنا عشنا فترات صعبة في الاجتياحات في الانتفاضة، وكان أصعب إشي فترة اجتياح الأربعين يوم اللي تسكرت في كنيسة المهد لمدة 40 يوم. هلأ كانت أول مرة بالنسبة إلي كنيسة المهد بتتسكر في هديك الأيام. رجعنا كمان في فترة الكورونا تسكرت كنيسة المهد، كان كتير صعب علينا خاصة إنه بفترة الصلوات في مدائح ودرب الصليب. المدائح العذراء مريم للطوائف الشرقية ودرب الصليب للطوائف الغربية تسكرت كنيسة المهد كليا، فأنا كنت دايما كابن كنيسة وابن بيت لحم كنت دايما آجي على ساحة المهد، في عندي انتماء خاص لكنيسة المهد. بيت لحم هي المهد، ويوم بتتسكر المهد يعني بيت لحم كلها مسكرة بالنسبة لنا. نشكر الله سمعنا انه بيت لحم خليت من الكورونا حاليا، بس ما زالت الكنيسة مسكرة، لسه بيت لحم مسكرة، ونحن عنا امل ورجاء كبير انه ترجع الكنيسة تفتح وترجع الصلوات مثل قبل، لانه فعلا نحن كثير انحرمنا من الصلاة، وهذا كان اصعب اشي بالنسبة لنا في بيت لحم. سؤال كثير حلو، هل تسكير الكنائس ابعدت الناس عن الكنيسة؟ اكيد لا، أكيد لا، لأنه صارت بيوتنا كنايس، وكل ما اجتمع تنين أو ثلاثة باسم الرب يسوع هناك بيكون بينهم. فأكيد زعلنا كلنا على تسكير الكنائس وباقي المعابد لربنا، ولكن بدنا نقبل. السؤال الكبير اللي أنا كتير بطرحه وممكن لبعيد شوي للمستقبل، أكيد اتعودنا كلنا مع هالوسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة أنه نفتح هالخط ونقدر نصلي من أي كنيسة أو كاهن لوحده بيصلي، بس أكيد في فرق بين حضور واشتراك. يعني ممكن نحن نشترك بطريقة كاملة، أنه أحط البليفون والقداس قبالي وأشترك كاملا، يعني القداس عنا كلمة الله وجسد ربنا. هلأ كلمة الله أكيد كلنا بنقدر نسمعها في أي وقت وأفتح الإنجيل، ولكن جسد الرب هو اللي شوي مشكلة إلنا كانت أنه مش قادرين ناخده في القداس. فأكيد الكنيسة أعطتنا من زمان منعرف طريقة الاشتياق والمناور الروحية، هاي بتساعدنا أكيد أنه نخلي ربنا ساكن في قلوبنا وفي بيوتنا. طبعاً بالنسبة للخيمة هذه إحنا عنا بتوجيهات من أخونا دكتورنا الدكتور محمد عيسى رزق، ضرورة نتعامل مع المؤسسات الوطنية الصحة ما بخص الكورونا. يعني إحنا نعرف أنه الكورونا في حركة زايدة هلأ للناس، فإحنا بنحاول عمالنا نودي رسالة أنه ما زلنا في الخطر، وإحنا بحاجة أنه ندير بالنا أكثر من الاحتكاك، نعمل تباعد اجتماعي. والخيمة هذه احنا مع الصحة بنعمل عينات عشوائية للناس المارة في الشارع هنا، اساس نتأكد انه دائما نكون بالسليم. اذا اكتشفنا اي انسان نكتشفه خلال فترة مبكرة بكون افضل له لعائلته. بالاضافة طبعا ان شغل كهلال الاحمر متطوعيننا ان تعقيم محلات، تعقيم سيارات، نعطي الناس حتى يعقموا ايديهم في الشوارع العامة، وهذا كله لمصلحة اهلنا هنا. وان شاء الله احنا هلا حاليا طبعا بيت لحم زي ما قالت عنها السلطة انها خالية ونظيفة من فيروس الكورونا، ونتأمل أن تستمر برضو بهذا الوتيرة ونضل محافظين حالنا وعلى سلامة أهلنا في بيت لحم. وكان سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد هنأ أبناء المحافظة بخروج آخر المصابين من مراكز الحجر الصحي، داعيا إياهم ببذل كل جهد مستطاع لضمان منع عودة الفيروس إلى المحافظة من خلال الالتزام بالتعليمات الوقائية. وفي لقاء لعطوفة محافظ بيت لحم أجرته نورسات، أكد اللواء كامل حميد بأن نسبة الالتزام بالتعليمات والإجراءات كانت عالية جداً، مما أدى إلى الحد من انتشار الوباء. طبعاً الحد من الحركة والإجراءات الأمنية ساعد كثير في إيصال الرسالة ووصول الخطر إلى جميع المواطنين والمؤسسات. الجميع التزم، كان نسبة الالتزام عالية جداً، الصدمة كان لها تأثير كبير في تقبل الناس وفي التزامها،
وبدأت عملية طبعا المعالجة وعملية المتابعة وأخذ العينات والحجر المنزلي والحجر الصحي وأيضا توزيع المصابين والمتابعة في كل هذه القضايا لغاية ما وصلنا إلى مرحلة طبعا تشافي المحافظة. منذ أسبوعين طبعا لم يسجل أي إصابات في المحافظة، وكان أيضا هذا جزء من الخطة أنه في اللحظة اللي يعني بتراجع فيها الإصابات وعدد المصابين يتم التركيز بشكل كبير على الإجراءات الوقائية، وبالتالي الطواقم الموجودة اليوم 10 طواقم تعمل ليلا ونهارا، سواء الطواقم المدنية على زيارة الأماكن، التأكد من الالتزام، أخذ العينات من الشوارع، استمرار عمل الحواجز، منع الحركة تقريبا بشكل كبير ليلا بعد 7:30 لغاية 7 صباحا في اليوم التالي. بالتالي الإجراءات اللي منفذ الآن في بيت لحم هي وقائية، وتركيز على رفع المستوى الثقافة، التوعية، التعقيم الذاتي، المؤسسات، العمل يعني بحرص شديد، الإرشادات، الدقة، أيضا هناك عقوبات وهناك إجراءات للمخالفين بشكل مستمر. ساهم كثير أيضا إغلاق المساجد والكنائس في بيت لحم، لأنه القطاع السياحي هو يمثل 50% من المحافظة، هذا القطاع مشلول تماما، هذا أيضا ساهم في عملية السيطرة بشكل كبير. لذلك عملية إغلاق القطاع الصحي وإغلاق المدارس وإغلاق المساجد والكنائس في المحافظة ساهم بشكل كبير في تقبل الناس لفكرة الالتزام، وأيضا وجود خطر داهم، هذا أيضا ساعدنا كثيرا في تنفيذ التعليمات. اليوم الحمد لله بيت لحم تشافت، نحن نعمل اليوم على أن لا يعود الفيروس والإصابة، هناك خطر ما زال موجود، نحن نعمل في دائرة الخطر، ولكن يعني بطريقة وبآليات إضافية نوازن ما بين التشدد ونوازن ما بين التسهيلات والإجراءات الوقائية بشكل عام. إنها قصة نجاح سطرتها مدينة بيت لحم، وذلك بالتزام المواطنين بوسائل الوقاية، بعد أن كانت من أولى المحافظات التي سجلت إصابات بهذا الوباء، وبنفس الوقت هي الأولى التي تعافت من هذه الجائحة. لنورسات مارلين الحدوة من مدينة بيت لحم.